مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة. ولدينا حالة إنسانية، هاد السيدة الأم هذه للشاب تعرضت للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض، تسبب له في الشلل، والآن دابا ما كيمشيش طريح الفراش وكيعاني في صمت. والأم ديالو كتقول باغية الحق ولدها، الحق ديال ولدها بعد إجراء عدة عمليات لكن دون جدوى. غادي نسمعوا لهاد المعاناة اللي كتعاني السيدة مع ابن ديالها. تفضل. أنا كون ولدي عنده 16 سنة، كان كيخدم عليا باغ سمح فيه، عنده عماين، كانوا عندي 5 أطفال، كنت كنمشي لباب الجامع باش كنجيبهم ياكلوا. الولد ملي كبر شافني بديك الحالة خرج من المدرسة وبقى كيخدم عليا. صدق تعرضت لواحد ضربوا الظهر ديالو الفقري الشوكي والراس ديالو، وصدق ما بقاش كيمشي 3 شهور. وانا محمد الخميس القرطبي شي حاجه ما كاينه، كنطلب من اخوان واخوات يشوفوا هذا الشبابي كيتعالج، لان العلاج ينوض على رجلو. ونطلب من محمد السادس يسمع هذا القول ديالي اللي كنقول، يعاونني ويشوف حال ابني، لان لقيت انا مسيبه ما كاينش اللي يخدم عليا، وكبرت في السن وما كاينش اللي يخدم عليا، وانا مسيبه هنا بواحد البويت. ونطلب الله، ما عندي باش نداوي، ما عندي باش نشري له حتى الترويلات، عاون الناس كيعطوني هادشي اللي كنطلب عندهم، لان ضياع الدراسه ديالو عليا باش يوكلني، وزق ضياع لي الشباب، ابقى معذب حياته. لا ما عملتلوش السلطه، ما كيقدرش يقول حاشاكم، ما كيقدرش يتعب حتى شي حاجه، ما كيغيرش يجلس لي في الكروسه كامل نخرجو، ما كيقدرش يخرج، وكيقول لك ما يركبش، وكيبقى يتعانى في حياته. مرات المرات الثانيه نطلب منكم كتسمعوا كاملين، انا مزوقه فيكم، شوفوا الحال ديال هذا الولد، الا عنده شي علاج مشالو الفقري الشوكي المخاخيه. هادشي اللي كنطلب منكم، الضربه بين الموت ضربوا نطهروا والفقا ضربوا الراس ديالو من الاور، والى اللي اثرت عليه هي ضد الطهار ديالو، حضروا الفقري الشوكي اللي كيمشي به واللي كيتحرك له كلشي، ما بقى حتى شي حاجه دابا، لان كلشي ما كيحرك رجلو، ما كيمشي لا رجلو لا حتى شي حاجه. 3 شهور وانا محمد الخامس وانا شبر الفراش، من محمد الخامس من القرطبي شي حاجه ما كاينه، كيقولوا لي عندنا ترويد شي رويد، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا. كنطلبكم ويسمع كل المسلم والمسلم يشوفوا الحال هذا الشبابي، يطلع. انا ما بقاش دائما حيه، وما عنديش اللي يوكلني، وما عنديش باش نكون به، لا عندها الترويده والله العظيم ما عندي باش نشريها له. عرفتي العذاب، الدواء عاون الناس كيعطوني في الدواء ما جبرت شي، شحال من شي عطوك الناس، كي خصني توصل هذه محمد السادس الله ينصروه والله يخليه يشوف الحل هذا الولد. وغدا ان شاء الله اخر عنده خبره المحكمه هذا الولد اللي ضرب لي غصبوا لي، مشابرين هذيك النهار شبروه، ولي ضربوه بالحومه الحداد، كان خدام ما جي هو يعذروا ويعطيها له الطهر ديالو، وعطاها له العنق ديالو، هذيك هي ما تحركش ديك الساعه ما حس برجلو، وانا مقاسيه معاه، العيل بقى يزبل فيا، ما بقى كيعرف حتى شي حاجه، مسكين من ديك الحراره ما كيبغي يخرج لي، ما كانت شي حاجه، كنبغي نخرجوا في الكروسه ما كيبغي يخرج في الكروسه. هادشي اللي كنطلب منكم، اياه ما بقى حتى شي حاجه، ما بقاش كيعتمد حتى شي حاجه، ما بقيتش كيعرف لي تايا انا يماه ولا ماشي يماه، ابقى يبكي الليل ونهار ويزبل ويبكي ونخطط، حتى السولده اللي عنده كيبغي يتفاعل عليه، وانا ما عملتش السولده راه ما كيبولش ابدا، ما كيبولش مره، خصو دائما السولده معلقه معاه. هادشي اللي كنسمعوا مني كاملين اخوات واخوات، سمح في 2007 خلى لي بخمسة الأنفس، وأنا البيبان جوامع، وخلاني بواحد العائلة 20 وكنتوحم بها، مني كبر لي أخر يتزوجوا، وهذا اللي كان باقي لي خرج من المدرسة باش كان كيوكلني ويشربني، باش كرا لي هاد البويات ب 70,000، في كل شي حاجة في الطواليت كان ناكل، كان طيب باش كان ناكل، أتنشي له حالة لا مش برلكش الريزون داخل. كنطلب الله يوقف لي بني الأرجوات، الشي اللي كنطلب الله شوفوا لي شي علاج لهذا الولد، لان هنا ما كاينش العلاج لهاد المخاخيه اللي مشات لهم شوكي، ما عندوش، لان صافي هنايا سلموا لي الطبيب قال لك ما كاينش شي حاجه هنا عنده، ما عندهمش داك الشيء هنايا اللي يقدر العايل، هذه كيقول لك ترويض عيد بالترويض ما كاين والو، العايل كيزيد ماشي كينقص، حتى مرات بمرت ثاني ما بقاش كيعرف لا يماه لا خوته. شفت الجمعيه
ما كنعرف حتى شي معيد والو. الجمعيه القرطبي عطاتني الكروسه وعطاتني شي بركه هيدا المعاونه هيدا شي زيت شويه الزيت وهذه عطاتني الشيء اللي كاين. شي حاجه ما كاينه حتى شي حاجه ما كاينه كاين حتى شي حاجه ما عاوني حتى شي واحد. وهذا الولد كيقاسي بزاف كيقول لك انا كيف نعمل نعيش بلا رجلي. انا كي البارح وانا كنمشي على رجلي البارح وانا ما بقاش كيقدر يعمل حتى شي حاجه. العائله تهضر معايا يزبل فيا العائله كيجي كينوضر فيا لان ما بقاش كيعرف حتى يماه شكون هي اللي كان كيحترمني ويخدم ويجيب لي. هو اللي هو اللي كيكاري لي هاد البويات باش كان كيخلصوا لي. هو اللي كان كيخدم على خوتو واحد هادي ما خدامه شي وحده كتقرا بقاو لي ثلاثه واخرين كانوا مشاو لجود العزاره. هذا اللي شي اللي كان باقي هو اللي كان كيخدم عليا وضيعوه. انا كبرت ما قدرت نعمل حتى شي حاجه. انا قال الخلقه في 2007 الخلقه في 67 ما كنتش كنعرف حتى نهضر ما كنتش كنعرف حتى شكون انا. تعقدت في حياتي مرت ما كنتش كنعرف الماكله بحال الناس ونشرب بحال الناس. ما كيبقي غوت كنخرج برا باش كنطي شويه باش نجبره لان كيقول لك انا قتل راسي كيبغي يقتل راسو كيبغي يجي في راسو. والله العظيم اللي كيقول شي حاجه كيبقى يجرب باش يجي في راسو كيقول لك انا ما بقى حياتي مشات لحياتي مشات لي ما بقاتش لحياتي انا باش نقدر نخدم وانا نوض كيف نعمل. انا ما نقدرش نشوف انا صغير وانا رجلي هاد مشاو لي رجلي. هادشي اللي كنطلب كيسمع كل واحد يسمع مني هاد الحاله. الامن هنا ما كاينش المخخيه ما كايناش هنا المخخيه الشوكي ما عندوش هنا كيخصو يمشي يخرج على برا ولا شي حاجه باش يداوى لان قال لك هنا ما عندوش يمكن داك الشيء هذاك هنايا. هادشي اللي كنقول حيت انا كنخبى عليا الطبيب ما بغاش قال لاختي انا كنا كنصبروا ماماها مسكينه كنقولوا لها غادي يمشي مشي قالوا له لا انا مشالو قالوا بحال ديك الطنجره كانت فيها البطاطا من تحت وطلعها خلط المخخيه طلع له صافي بقى عنده والو مابقاش يحل. أيان محسنين والمحمد السادس يسمح لي الكلام ديالو ويعاوني حتى هو بهذ الحاله هذه راه ما نقدرش ما كاين اللي يمكن هذاك كي راه ب 70000 الماء والضو. هي كاين ابني اللي كان كيخلص عليا ما كانش ابني ما كاين والو دابا حيت انا بوحدي هنايا كنت كنعرف حتى شي واحد ما كنتش كنعرف راسي كنعس بحال الناس كناكل بحال الناس كنشرب بحال الناس. العين ما كاين عس ما كاين اللي بكي والغوت فهمت الحيحه يعني ويمكيني ونقولوا دابا تمشي يا وليدي دابا تمشي كيقول انا دائما نقول لا دابا ان شاء الله تموت. هادشي اللي كنسكتو به كيقول لي كتكذب عليا ما بقيتش نقول له حتى المخخيه كنكذب عليه كنقول له عندك الدقه قصح وهي ماشي دقه قصح معاود تمها الوراق ديالو كاملين ها الراديو اللي جوز 450 اللي سلفنا باقا ما ترددتش 450 مع جوليانا 60000 د البونانسيه وما الدواوي ما خليت ماي كنقول في صبعي يمشي على رجلو كنطلب من الله يشوف المحسنين يشوفوا هذه الحاله ويعملوا معايا وديك المجرم اللي قسم لي ابني غدا ان شاء الله عنده اخر نهايه المحكمه ماشي يطلعوا ما نعرف كان جنائي ولا شنو يعملوا معاه. ومحسن عملوا لواحد شي ناس عملوا ديك المحامي معاه عملوا لي ديك المحامي وديك المحامي ما نعرف الناس جايه تقعد بالحومه مساكن تفردوا لي بالحومه مشي هنا جمعوا باش يعملوا له ديك المحامي قالوا زعما الحق الولد وديك الحق ديك الولد. دابا انا كانوا يطلعوا دابا كانت في 13 كان الخبره ما خرجتش عاود قالوا لي ب 27 الخبره كان ان شاء الله تخرج باقي لي غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله الخبره ماشي يقولوا شنو فيها. هذه قناة شوف تيفي شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة. كانت لدينا حالة إنسانية هاد الأم هذه اللي تعرض الابن ديالها لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض وتسبب له في شلل والآن دابا هو طريح الفراش كتستنجد بالمحسنين لأن ما عندهاش باش تعالجه وعندها الأمل في أصحاب القلوب الرحيمة وجمعيات المجتمع المدني باش يقدموا لها يد المساعدة. رقم الهاتف راه كاين في الشاشة. شكرا على تتبعكم هذا المباشر ألقاكم في مباشر آخر إلى اللقاء.